قصه كده صغيره، ولا كانت على البال ولا كانت على الخاطر. احنا قلنا النهارده هنقدم ايه لحضراتكم؟ قلنا هنقدم النهارده الفقره الرئيسيه عندنا فرص التشغيل اللي بيوفرها جهاز او مركز التدريب والتشغيل التابع للمركز الصناعي بوزاره الصناعه. متفائلين جدا الحقيقه ان احنا نقدم الفقره دي. امبارح زميلنا العزيز مراسل صباح دريم ومراسل قناة دريم كريم عبد الكريم أخذ الكاميرا والكرو ونزل علشان يصور التقرير الخارجي اللي بيشرح أكتر عن الموضوع ده وبيتكلم مع الناس في الشارع والطلبة وكده. فاختار الحقيقة مدرسة في شارع فيصل، هقول لحضراتكم حالا دلوقتي اسم المدرسة ايه. مدرسة مدرسة الجيزة الكهربائية صنايع، مدرسة الجيزة الكهربائية صنايع دي في شارع أحمد لطفي بين الهرم وفيصل. واقف كريم بيصور كده بيسجل لقاءات، بيعمل شغله كده وواقف بيصور بره المدرسة وكده وبيتكلم. فالطلبة يعني غالبا دمهم خفيف أو يعني إيه حبوا كده يعملوا جو أو حاجة، دخلوا يجروا على مدير المدرسة يقولوا له ده في تلفزيون بره بيصور، قناة دريم بره بتصور، وبيسألونا عن مصاريف المدرسة وبيسألونا عن المصاريف وبيسألوا في حاجات معرفش إيه وكده. طبعا ده غلط، بس دول في النهاية طلبة صغيرين، شباب بقى بتهزر بتروش أيا كان، مش 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 دي قضيتنا خالص. الفكرة إنه مدير المدرسة الفاضل أو ناظر المدرسة أو يعني أي مسؤول أو حتى مدرس في المدرسة، أي شخص عاقل ومسؤول المفروض ياخد بعضه ويطلع يتحرى الدقة، يتحرى الخبر، يتكلم مع الناس. طب ثانية واحدة، حضرتك بتصور إيه؟ بتعمل إيه؟ في تبادل كده، في احترام ورقي في التعامل. لكن الحقيقة اللي حصل واللي هنشوفه حالا دلوقتي في الفيديو اللي يعني الحمد لله إن هم نجيوا يعني من الاعتداء اللي حصل عليهم زملائنا امبارح دول، ما يدلش خالص ان كان في اي تحضر او اي رقيه في التعامل مع زملائنا وكرو صباح دريم. تعالوا نشوف مع بعض كده اللقطات دي ونرجع نشوف كده الموضوع حصل فيه ايه. مدير المدرسة بيضرب واحد من قناة دريم. طب ليه؟ عشان واقفين بيصوروا. طيب الفكره في ايه؟ الفكره مش بس ان احنا كلنا الحقيقه زملائنا جميعا وانا اكيد في 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 قناه تدريم مستائين جدا ومن اول الاداره الحقيقه مرورا لاحدث موظف وعامل في قناه دريم، لا يمكن نرضى ابدا انه حد من زمايلنا يتعرض للاهانه اللفظيه او الجسديه او غيره. مش بس هي دي الفكره، الفكرة كمان إن لما يبقى ده تصرف من مدير في مدرسة، أنت بتطلع نشأ أخباره إيه؟ أنت بتطلع جيل بتربيه على إزاي؟ كده بقى ممكن نفهم قوي على فكرة الفيديوهات اللي بنقعد نشوفها على يوتيوب وعلى فيسبوك وكده، بتاعت بقى الطلبة اللي جوه الفصل اللي ماسكين الطبلة وبيطبلوا وقاعدين يغنوا، والسكاكين والمطاوي اللي بتتهرب وتدخل المدارس، والسجائر اللي بتتشرب في الحمامات في الإعدادي والثانوي ويمكن حتى في ابتدائي. ما خلاص بقى، ما احنا كده فاهمين لما يبقى ده تصرف مدير مدرسة، انه بدل ما يطلع يتحرى الدقة ويتكلم مع الناس ويشوف ايه الموضوع، طب محتاج تصريح معينة يطلبها، محتاج حاجة، موافق عنده اعتراض يقول، ولو ان هو مش من حقه، ولو هم بيصوروا بره خارج المدرسة هو مش من حقه ان هو يسأل على تصريح يعني. ولكن عموما يعني لا، هو فكرش يعمل كده، هو قالك الدراع زي حاجات تانية كتير في البلد الصراحة ماشية بالدراع. خلونا نتكلم بصراحة لغاية دلوقتي. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف، لانه الحقيقه امبارح
قدمنا طبعا شكاوى في وزارة الداخلية وفي وزارة التعليم لمحاسبة هذه المدرسة أو مدير هذه المدرسة. والنهارده وزاره الداخليه الحقيقه طالبه ان احنا نعمل محضر، وبالتالي زملائنا يتوجهوا النهارده ان شاء الله وهيتعمل محضر بهذه الواقعه، يتحرر محضر. والحقيقه ان وزاره التعليم كان ليها موقف، الحقيقه انه كان موقف فوري بيحترم. فخلونا ناخد على الهاتف معنا الاستاذ بشير حسن المتحدث الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم. صباح الخير يا استاذ بشير. صباح الخير يا استاذه منى، وبدايه ارجو ان يتقبل الزملاء اعتذاري. أولا سلوك مرفوض غير مقبول لا من مدير المدرسة ولا من الطلبة، ده أولا. ثانيا الكلام ده امبارح من خلال صديقنا العزيز أحمد صقر رئيس تحرير البرنامج، تواصل معايا ساعة الواقع بالظبط. كان عندي ظرف معين لكن تواصلت مع الدكتورة بوسينة كشك وتواصلت مع السيد وزير نفسه، والواقع برمتها احيلت للتحقيق. اذا احنا هنا اقرينا اعتذرنا واقرينا ان السلوك مرفوض تماما، وان الواقع كلها تحولت للتحقيق. معايا استاذه منى؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضل. لكن انا كنت اربع بزمايلي وهم رايحين يصوروا انه بس يبلغونا، يعني اولا انتوا رايحين تلقوا الضوء على شيء مضيء، وده طبيعه برنامج على شيء ايه يا فندم؟ مضيء. مضيء تمام، شيء ايجابي تمام. وده طبيعه برنامجكم للامانه، يعني انكم ما تتربصوش وترصدوا سلبيه، هو ده طبيعه برنامج صباح تريين. تمام. لكن انا كنت اتمنى ان حد من زمايلنا يتصل بيا يقول لي انا عايز اروح اصور في المكان الفلاني الساعه كذا، وبس يروح يلاقي الابواب كلها مفتوحه له. طيب استاذ بشير اسمح لي بس، لا هناقشك في النقطه دي، معلش هناقشك يا فندم في النقطه دي. حضرتك طبعا واكيد ادرى مني بحكم خبرتك الاعلاميه وعملك الصحفيه والاعلاميه، انه انت في النهايه عندك رساله اعلاميه معينه بتاديها، انت بتنزل بالكاميرا وبتصور، انت مش بالضروره تكون محتاج تجهيز على فكره مسبق قبلها. وعايز اقول لحضرتك انه احنا اغلب شغلنا طبعا فيما لا يتعلق بالجزئيات اللي بتحتاج تصاريح رسميه او كده، دي طبعا بنحترمها جدا وبنراعيها والتصاريح بتجدد اول باول، ولكن بتكلم على فكره ان انت بتنزل تسمع صوت الناس يا فندم في الشارع. انا مش عايزه اقول ان انا رايحه اصور في المدرسه الفلانيه عشان انا مش عايزه الاقي المدير المدرسه مظبط لي 5 6 10 طلبه واقفين محفظينهم السكريبت اللي يتقال علشان ده اللي يطلع يتقال في صباح دريم. انا مش عايزه ده، انا عايزه الطالب اللي واقف اللي مش عارف اللي طالع مخلص ومروح شاف الكاميرا موافق انه يسجل، هيقول والله المدرسة كذا عندنا كذا ايجابي عندنا كذا سلبي. ده اللي احنا عايزينه يا فندم، وده اللي حقيقي بنعمله دايما في صباح دريم. هنا يا استاذة منى خلينا اقول لحضرتك، اولا الواقع كانت خارج المدرسة، يعني ده ادانة المدرسة اكتر. انا كنت بقول انه ينزل ويدخل جوه المدرسة، انا كنت عايزه ينزل ويدخل جوه المدرسة ويسجل مع اللي هو عايزه، وبعدين احنا كاعلاميين ادرى هنشوف مين اللي متجهز عشان يتكلم ونستبعده، ومين اللي ممكن اخده بشكل ارتجالي ويتكلم بشكل ارتجالي. لكن على اي حال انا بدات بالاعتذار لزمايلي ولقناه دريم، واعتذرت امبارح لاخونا احمد صقر، وعايز اقول لحضرتك انه انا بعتذر دون الالتفات للجانب الاخر، الجانب الاخر اللي هو المدرس او مدير المدرسه اللي بيقول انكم حاولوا يعتدوا عليا وده اثار الطلبه. ورغم ذلك انا بقول لحضرتك الواقع برمتها متحوله لتحقيق. سلوك مرفوض تماما، سلوك من المدرسه مرفوض تماما، والواقع محال للتحقيق، وانا بتابع بنفسي وعلى اتصال بالاستاذ احمد صقر دايما، وهقول لحضرتك ايه اللي حصل في هذا الموضوع بالتحديد. أكيد. وانا للمره الثانيه بعتذر لزمايلنا وبقول لهم كل مدارس مصر مفتوحه لكم، لكن فقط قولوا لي انتوا عايزين تروحوا فين عشان انا وظيفتي اسهل عليكم مهمتكم، فقط عشان هذه المساله لا تتكرر مره اخرى.
أنا بشكرك يا فندم جزيل الشكر، وزي ما حضرتك ذكرت وزي ما أنا كنت في الحقيقة برضو في البداية ذكرت أنه ده كمان إحنا كنا بنصور بره المدرسة، وفكرة أنك تختار تصور بره ولا جوه أو في أي مكان دي بترجع للزميل المراسل الميداني اللي موجود، هو بيبقى عايز يقرر، هو بيشوف الصورة مثلا أفضل، هو فبناء على حاجات كتيرة جدا هو بيختار ده، وبالتالي ده كمان سبب أدعى أنه السيد المدير ما كانش من المفروض أبدا أنه هو يطلع له لغاية بره يحتك بيه ويبقى المشهد في النهاية زي اللي احنا شفناه. عموما بشكرك انه في تحرك زي ما قلت في الاول، تحرك ايجابي، ونتمنى ان شاء الله سرعة التحقيق في هذا الموضوع، واتمنى حاجة الصراحة اعم واشمل من فكرة الواقعة دي، اتمنى ان احنا نراجع نفسنا كويس قوي بقى في كل مسؤول مسؤول عن تعليم وفكر وحياة اولادنا خصوصا في المدارس. اتمنى ده يعني نراجع مرة واثنين وثلاثة ونعمل جولات مفاجأة حقيقية ونشوف بقى كل مدير وكل مسؤول وضعه ايه، لانه زي ما قلت مفيش استغراب خالص ان احنا نسمع في مدارس مشابهة للمدرسة دي عن الطلبة اللي بتبلطج وسكاكين ومطاوي ومش عارفة رقص وتطبيل في الفصول وكده، خلاص بقى ما هو ده يعني ايه، دي السمة الغالبة يعني. فبتمنى انه ده ان شاء الله يحصل قريب جدا، وان احنا نساعد بعض كلنا عشان نطور بإذن الله من منظومة التعليم في مصر. دي كانت مجموعة أخبارنا اللي كان لازم الحقيقة يعني نلقي فيها الضوء على هذا الخبر وما حدث مع فريق صباح دريم وزميلنا العزيز المراسل كريم عبد الكريم. بنشكرك يا كريم الحقيقة، وانت كنت جدع في التصرف الحقيقة، انت وزملائنا كمان اللي كانوا معنا.